Hello everyone, هنتكلم في الفيديو دوت عن ال non-immune hydrops and by hydrops we mean water and by fetalis we mean fetus. And judging by the name hydrops fetalis, this fetus is full of water. So the hydrops fetalis defined is the accumulation of fluids in at least two body compartments. Baby, مليان fluids مليان water ابتدى ان هو يحصل له accumulation في at least two body compartment زي edema زي pleural effusion زي pericardial effusion زي ascites so at least 2 من الاربعه دول so it's by definition extracellular fluid accumulation in at least two body compartment اللي هم عباره عن ايه يا edema ascites pleural effusion او pericardial effusion وغالبا الهايدروبس فيتاليس بيبقى معاها حاجه من دول يا بلاسينتوميجالي يا بولي هيدرامنس يا بولي سايثيميا الحاجات دي فريكوينتلي سين مع الهايدروبس فيتاليس الهايدروبس فيتاليس اسبابه يا اما اميون كوزس يا اما نون اميون كوزس الاميون كوزس نتيجه انتيجين انتي بادي ريأكشن نتيجه ار اتش انكومباتيبلتي ان ذا اميون كوزس يوز تو بي ذا موست كومن كوز اوف الهايدروبس فيتاليس قبل كده لكن الروتين يوز بتاع ار اتش اميونوجلوبين خلى في سيجنيفيكانت دروب في الاميون كيسز وابتدت تبقى معظم الحالات نون اميون كوزس للهايدروبس فيتاليس اباوت 90% اوف ذا كيسز ار نون اميون طيب هي نون اميون كوزس عشان نعرف ايه هو الاسباب لازم نعرف الباثولوجي اللي بيحصل ذات نفسه there is a natural balance في حركه الفلويدز ما بين الاكسترا سيلر فلويد والانترا سيلر فلويد زي ما خدنا قبل كده في الفسيولوجي اي امبالانس هيحصل ده ممكن يسبب الهايدروبس فيتاليس الهايدروبس فيتاليس دوت بيحصل نتيجه ارتشاح للفلويدز او بمعنى اصح اكسترا فازيشن للفلويدز من الكابيلاريز واكيوميليشن في الاكسترا سيلر فلويد وبالتالي هبص الاقي انه اسباب الهايدروبس فيتاليس هي اسباب الاديما خلينا نشوف احنا عارفين ان حركه الفلويدز ما بين الاكسترا سيلر فلويدز والانترا سيلر فلويد بيتحكم فيها ناتشرال بالانس الناتشرال بالانس ده بتحكمه قوه معينه فورسز الفورسز ديت لو اختلت وابتدت تزيد الفورسز اللي ماشيه اكتر في اتجاه الانترا سيلر فلويد وبالتالي هتزيد الانترا سيلر فلويد فوليوم ولو اختلت ومشيت في اتجاه الاكسترا سيلر فلويد هيبتدي يحصل اديما وبلورال افيوجن وبريكارديال افيوجن واسايتس وهي اللي انا بتكلم عنه في الهايدروبسيس ايه هي الفورسز ديت فورس اوف هيدروستاتيك بريشر وفورسز اوف اونكوتيك بريشر الهيدروستاتيك بريشر ده هو ميكانيكال فورس بتزق لبره نتيجه قوه الفلويدز نفسها على الوعاء اللي هو فيها سواء على البيزلز او سواء في الاكسترا سيلر فلويدز الاونكوتيك بريشر دي قوه شف البلازما بروتينز الالكترولايتس والسوليوتس للميه الفورسز ديت اللي هي عباره عن ايه اللي هي الهيدروستاتيك بريشر اوف ذا كابيلاريز اللي بترشح الفلويدز لبره او الاونكوتيك بريشر اوف ذا كابيلاريز اللي بتشد الفلويدز لجوه والهيدروستاتيك بريشر اوف ذا تيشوز اللي بترشح الفلويدز لجوه او الانكوتيك بريشر اوف ذا تيشو اللي بتشد الفلويدز لبره وبالتالي عشان يحصل هايدروبس لازم يحصل اختلال في ميزان القوه ديت بمعنى انه اما القوه اللي بتشد لجوه تقل او القوه اللي بتزق لبره تزيد فيبتدي يحصل اكيوميليشن للفلويدز لكن ناخد بالنا من حاجه انه فعليا يعني فعليا البريشرز بتاعه التيشو ديت مش مؤثره قوي سواء الهايدروستاتيك بريشر اوف ذا تيشو او الانكوتيك بريشر اوف ذا تيشوز القوه ديت قليله قوي فما بتاثرش قوي اذا يتبقى لي القوه بتاعه الكابيلاريز سواء الانكوتيك بريشر اوف ذا كابيلاريز او الهيدروستاتيك بريشر اوف ذا كابيلاريز هي ديت المؤثره في انه يحصل اديما او فيوجن او بريكارديال فيوجن او اسايتس لكن فعليا برضو الانكوتيك بريشر اوف ذا كابيلاريز القوه ديت بتؤثر بدرجه بسيطه مش لوحدها ما تقدرش تخلي البيبي يوصل لدرجه ان هو يحصل له هايدروبس فيتاليس عشان يحصل هايدروبس فيتاليس دي اكيوميليشن اوف فلويدز بكميه كبيره قوي محتاجه قوه كبيره قوي تعمل كامل الفلويدز دوت القوه دي ما تقدرش عليها لوحدها الانكوتيك بريشر of the capillaries بمعنى ان الهايبو البيمينيميا لوحدها ما تقدرش توصل البيبي لدرجه الهايدروبس فيتاليس لكن تساعد لو البيبي عنده استعداد اصلا ان هو يحصل له هايدروبس لو عنده مشكله تانية اذا الهايبو البيمينيميا او الانكوتيك بريشر اوف ذا كابيلاريز هتسبب وتساعد اذا القوه الفائزه معانا بنصيب الاسد هي الهايدروستاتيك بريشر اوف ذا كابيلاريز هي قوه الكابيلاري بريشر وبالتالي كل اسباب الهايدروبس فيتاليس اللي هنتكلم عنها بعد كده دلوقتي هتكون كلها اسباب بتؤدي لانه يحصل increase the pressure inside the veins increase the central venous pressure وبالتالي تؤدي الى سواء اديما pleural effusion او pericardial effusion او ascites خلونا نشوف طيب ايه هي الاسباب بقى بالتفصيل مرتبه من حيث الانسيدنس بتاعها cardiovascular most common cause اي سبب هيعمل زي ما قلنا increase لل central venous pressure يعمل congestion يقلل الكارديك اوتبوت اي سبب هيعمل congestion للدم هنا يرجع الدم تاني هنا يخلي القلب مش عارف يضخ الدم كويس يقلل الكارديك اوتبوت فيحصل اكيوميليشن وكونجيشن فيرجع الدم تاني في الفينز زي اي سبب يعمل هارت فيلير زي الارزميز سواء تاكي ارزمي او بلازي ارزمي بيخلي القلب مش عارف يعمل كونتراكشن كويس
وريلاكسيشن كويس، وبالتالي مش عارف يضخ الدم كويس، فبالتالي يبتدي يحصل كونجشن زي الهايبوبلاست ليفت هارت سيندروم، بتخلي الجزء دوت من الهارت الليفت سايد هايبوبلاستيك، وبالتالي بتخلي الدم يرجع ويحصل له كونجشن في الرايت سايد وبالتالي في الفينز، زي الابستاين انومالي. ايديوباثيك كوزز سكند موست كومن كوز، بعد كده الليمفاتيك ديسبليجيا، لان الطبيعي ان الدم بيترشح من الفيسلز للليمف فيسلز ويرجع تاني عن طريق الثوراسيك داكت للفينا سيركليشن للهارت. طب ما يحصل اوبستراكشن هنا او ديسبليجيا للليمف فيسلز ديت، بالتالي مفيش دم هيروح من ناحيه للناحيه، فيحصل كونجشن للدم في الكابيلاريز، فيبتدي يزيد الهيدروستاتيك بريشر. بعد كده هيماتولوجيكال كوزز، وامين بهيماتولوجيكال كوزز مينلي اي سبب يعمل انيميا. ليه؟ لان الانيميا لو هي سيفير انف هتدخل البيبي في هارت فيلير، القلب مش عارف يعمل كونتراكشن كويس، مش عارف يعمل ريلاكسيشن كويس، وبالتالي يحصل كونجشن للبلاد وستاجنيشن في للبلاد في الفينز. بعد كده كروموسومال كوزز زي ترايزومي 21 وترايزومي 18 زي ال 45 XO. ايه اسباب ان الكروموسومال انوميليز ممكن تعمل هايدروبس؟ لان الكروموسومال انوميليز تبقى اسوشيتد ويد مالفورميشن، المالفورميشن دي نفسها ممكن تكون سبب من اسباب الهايدروبس، ممكن يكون معاها مثلا كاردياك بروبلم فتبتدي تسبب هارت فيلير، ممكن يكون معاها مثلا مالفورميشن في حته معينه فيبتدي تسبب انه يعمل سبيس اوكوباينج ليجن فتضغط على بلاد فيسل فيبتدي يحصل كونجشن، سبيشيالي كمان الهايبوتونيا. كروموسومال انوميليز سبيشيالي اللي ذكرناها ديت بيبقى غالبا معاها هايبوتونيا. طب ايه مشكله الهايبوتونيا؟ ليه الهايبوتونيا تسبب هايدروبس؟ لان الهايبوتونيا بتخلي المسلز مش عارفه تتحرك كويس انكلودنج المسلز بتاعه الشست، وما يحصل يعني المسلز بتاعه الشست مش عارفه تتحرك كويس، وبالتالي مش عارفه تعمل سيركليشن للفلويدز كويس اللي جواها، فيبتدي يحصل انكريز للانترا ثوراسيك بريشر، والانترا ثوراسيك بريشر انكريز دوت هيعمل ستاجنيشن للبلد في البلد فيسلز، يعمل كونجشن وبالتالي يزود السنترال فينس بريشر فيعمل هايدروبس. الانفكشنز سبيشالي البارو فيروس، وبعد كده السيفلس والادينو فيروس والتوكسوبلازموزس. طب ليه الانفكشنز بتعمل هايدروبس؟ عشان حاجتين، اول حاجه ان هي بتعمل انيميا سبيشالي البارو فيروس. البارو فيروس بيعمل سيفير انيميا، والانيميا تعمل هارت فيلير، والهارت فيلير يعمل كونجشن وبالتالي يحصل هايدروبس. ومن ناحيه ثانيه ان الانفكشنز ديت ممكن تعمل ليفر سيل فيلير، والليفر سيل فيلير دي بتعمل هايبو البومينيميا وبالتالي بتقلل الانكوتيك بريشر وبتساعد في انه يحصل هايدروبس في تيرس. يبقى من ناحيتين، من ناحيه انيميا ومن ناحيه ليفر سيل فيلير او سندروميك بنفس الميكانيزم اللي قلنا بيعمل بيها الكروموسومال الابنورمالتيز، سواء ان يكون في كاردياك ديفكت يبتدي يعمل لي هارت فيلير او سيستميك كونجيشن، او ان يكون في هايبوتونيا، والهايبوتونيا زي ما قلنا ان هي بتزود الانترا ثوراسيك بريشر ده بيعمل ستاجنيشن للبلد ويزود السنترال فينس بريشر. اذا اي حاجه غريبه زي كروموسومال ابنورمالتيز او السندرومز ممكن تاثيرها على الكذا اورجان بتاع الجسم بكذا طريقه بكذا ميكانيزم ممكن تسبب هايدروبس في تيرس. توين تو توين ترانسفيوجن سندروم، لان الدونر توين يحصل له انيميا، الانيميا تعمل هارت فيلير، والريسيبيانت توين يحصل له بوليسايثيميا، والبوليسايثيميا هتزود الفيسكوستي وبالتالي هتعمل هارت فيلير. بعض الميسلينياس كوزز برضو بمختلف الميكانيزم او ثوراسيك كوزز. ثوراسيك كوزز زي اي حاجه بتسبب الانكريز انترا ثوراسيك بريشر، زي ما قلنا الانكريز انترا ثوراسيك بريشر هيضغط على الفينس ترن يبتدي يعمل اوبستراكشن فيبتدي يعمل كونجشن، زي حاجه اسمها كونجنتال سيستيك ادينوماتويد مالفورميشن، وده عباره عن سبيس اوكوباينج ليجن بيعمل شفت للميدياستاينم وبيضغط على الفينس ريتيرن فيبتدي يقلل الفينس ريتيرن فيقلل الكارديك اوتبوت ويعمل كونجشن، زي كايلو ثوركس او الهايدرو ثوركس. الامبرن ايرور في الميتابوليزم، لان هي بتعمل ليفر سيل فيلير وبالتالي بتعمل هايبو البومينيميا وبالتالي بتقلل الانكوتيك بريشر فبتساهم في انه يحصل هايدروبس. غير كمان ان في بعض الامبرن ايرور في الميتابوليزم بتعمل هايبوتونيا. جي اي تي كوز زي جي اي تي اوبستراكشن، جي اي تي اوبستراكشن هتعمل حاجه اسمها بروتين لوزنج انتيروباثي وبالتالي يحصل هايبو البومينيميا، والهايبو البومينيميا هتقلل الانكوتيك بريشر فيبتدي يكون هايدروبس. يورينري تراك مالفورميشن، لان هي تاثر على الكدني فتعمل فوليوم اوفرلود بنفس الميكانيزم اللي بيحصل بيه الايديما. واخيرا الاكسترا ثوراسيك تيومر زي التيراتوما وزي النيوروبلاستوما اللي بيضغطوا على الفيسلز ويسببوا كونجشن انكريز البريشر في الفيسلز، وزي اللوكيميا مثلا، وزي الفاسكولار تيومرز، وزي الهيباتيك تيومرز اللي بتعمل هايبو البومينيميا. يبقى احنا نستنتج في الاخر ان الكوزز كلها اللي اتكلمنا عنها بتسبب زي ما قلنا انكريز السي في بي، انكريز الهايدروستاتيك بريشر،
بميكانيزم او اخر كلهم بيعملوا كونجيشن في السيركيليشن، بتزود بريشر جوه الفينز وانكريز الهيدروستاتيك بريشر، ده بيسبب انكريز الفلتريشن، بيسبب انكريز الانترستيشال فلويد فوليوم. يا اما بيعملوا هايبو البيمينيميا فبيقل البلازما بروتينز فبتقل الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما فبيسبب انكريز الفلتريشن برضو انترستيشال فلويد اكيوميليشن. كلهم بينتهوا بنفس النهايه، اما انكريز السي في بي يا اما وبنسبه ضئيله انكريز البلازما اوزموتيك بريشر. طيب الانفستيجيشنز بقى او هاو تو ديتكت، لازم ناخد بالنا الهيدروكس فيتاليس دوت حاجه ممكن بسهوله نعملها ديتكشن بالالترا ساوند انتينيتالي، ده اول حاجه. تاني حاجه ناخد بالنا انه اي ديزيز فيه مالتيبل كوزز بالشكل ده، فانا مش باخد الديزيز واعمل كل الانفستيجيشنز مره واحده، لا انا اولا بمشي في الانفستيجيشنز بطريقتين. اول حاجه بعمل الليس انفيسيف الاول، تاني حاجه المور كومن. واس كومن اس كومن، يعني ما جيش على حاجه نسبتها قليله زي مثلا الامبورن ايرور في ميتابوليزم. امبورن ايرور في ميتابوليزم اصلا حاجه نسبتها قليله، ما جيش على حاجه نسبتها قليله وما اعملها انفستيجيشنز الاول، لا الليس انفيسيف الاول اند المور كومن الاول، بمشي سيستماتيك بالطريقه دي. اول حاجه انا عندي انفستيجيشنز اقدر اعملها انتي نيتالي، وعندي انفستيجيشنز اقدر اعملها بوست نيتالي. عندي انفستيجيشنز بحاول اعملها وهو البيبي في بطن مامته عشان اعرف اعمل دايجنوزس، وبالتالي لو في علاج انترا ترايم مانجمنت بعرف اعمله. بعد كده بقى في انفستيجيشنز ثانيه بعملها للبيبي اول ما يتولد. ايه هي الانتي نيتال انفستيجيشنز ديت؟ اول حاجه طبعا لازم عشان اعمل دايجنوزس اخد هيستوري من الام كويس، عشان الهيستوري ده ممكن يمشيني في سكه معينه زي مثلا هيستوري للانفكشن، واعمل بلاد جروب وبلاد تايب، لا يكون دوت حاجه اميون، لا يكون ار اتش انكومباتبلتي، لازم استبعد الاول ان هو يكون ار اتش انكومباتبلتي. بعد كده الالترا ساوند، وده طبعا الليس انفيسيف والفيرست انفستيجيشنز اللي هتتعمل طبيعي اي ام حامل بعمل لها اول حاجه الترا ساوند. طب ايه اهميه الالترا ساوند في البدايه في الهايدروبس؟ اهميتها ثلاث حاجات، اول حاجه ان انا اصلا بديتكت الهايدروبس انتي نيتالي بالالترا ساوند، ثاني حاجه ان انا ممكن وانا بعمل الالترا ساوند اديتكت كوز بالالترا ساوند، يعني في كوز من الكوز بتاعت الهايدروبس كان بي ديتكت باي الترا ساوند، ثالث حاجه ان انا بعمل فولو اب بي اشوف الكميه بتاعت الهايدروبس ديت زادت ولا قلت، بتزيد ولا بتقل، في تحسن ولا لا. طيب ايه هي الكوزز اللي ممكن اعملها ديتكشن بالالترا ساوند؟ اول حاجه سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا كان بي ديتكتد باي فيتال ايكو، 20 تو 20 ترانسفيوجن سيندروم كان بي ديتكتد برده بالفيتال دوبلر والترا ساوند، ثالث حاجه لو في انوميليز انترا ثوراسيك ماس او افيوجن، او لو في اناتوميكال بروبلمز زي كونجنتال انوملي او سيندروم معين ممكن اكتشفه بالالترا ساوند. الميدل سيريبرال ارتري دوبلر وده بيتعمل مع الالترا ساوند، اهميته ان هو لو اليفيتد، اليفيتد ده بمعنى ان هو يكون اكتر من 1.5، ده بيدل على انه في انيميا عند البيبي، وبالتالي لو طلع فعلا اليفيتد ممكن افكر في ان هو ممكن يكون في ماتيرنال انتي بادي بروبلم، ممكن يمشيني في سكه ان هو يكون اميون، وبالتالي لازم اعمل ماتيرنال انتي بادي سكريننج. اعمل ديتكشن للبارو فيروس لان البارو فيروس بيعمل زي ما قلنا انيميا، فابتدي اعمل PCR وماتيرنال سيرولوجي وإميونوغلوبولينز. أعمل حاجة اسمها كليهار بيتكي تيست، وده عبارة عن تيست بيديتكت الفيتو ماتيرنال هيموريج عن طريق إن هو يعرفني إذا كان في فيتال بلاد في ماتيرنال سيركريشن ولا لا، وبالتالي أنا كده بستبعد الأسباب بتاعة الأنيميا عن طريق إن أنا أعمل ثلاثة تيست دول، البارو فيروس، إن أنا أعمل كليهار بيتكي تيست، إن أنا أعمل ماتيرنال أنتيبادي سكريننج. ما طلعش حاجه من الحاجات السابقه دي كلها، ابتدي ادور بقى على انفكشنز، اعمل حاجه اسمها ماتيرنال رابيد بلازما ريجنت تيست، وده عباره عن تيست سكريننج فور ذا سيفلس، بيعتمد على ديتكشن اوف انتي باديز عشان استبعد الانفكشن السيفلس، يعني كده استبعدت البارو استبعدت السيفلس. طيب ما طلعش حاجه من الحاجات اللي فوق ديت كلها، ابتدي افكر بقى في الاسباب البعيده الرير زي الكروموسومال وزي السندرومز وزي الامبورن، واعمل الحاجات الانفيزيف اللي زي الامنيوسنسيز، ده في الاخر الاسباب البعيده والانفستيجيشنز الانفيزيف بسيبها للاخر. فابتدي اعمل فيش وكاريوتايبنج عشان ادكت الكروموسومال ابنورمالتيز، اعمل فايرال بي سي ار بالامنيوسنسيز عشان ادكت الاذر انفكشس كوزز زي التوكسوبلازموزيس سايتوميجالو انتيرو فايروس الادينو فايروس الحاجات اللي ملهاش رابيد سكريننج، اعمل امنيوسايتس فور انزيم اساي عشان الامبورن ايرور في ميتابوليزم، باخد الامنيوسايتس. ايه الامنيوسايتس دي؟ باخد سيلز من الامنيون نفسه واعمل لها انزيم اساي عشان اشوف الليفل في انزيمز بتاعتها، وده بيديتكت اذا كان البيبي عنده امبورن ايرور في ميتابوليزم ولا لا. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل كده؟ ان مان بيك سيندروم، الوولمان سيندروم، الفابر سيندروم، الميكوليبيسيدوزيس، المالتيبل سلفيتيز ديفيشنسيز، دي حاجات كلها ممكن تبقى امبورن ايرور وليها علاقه بالهايدروبس. واخيرا ان انا اعرض البيبي للام ار اي، لو انا بفكر في حاجه ما طلعهاش الالترا ساوند، بسجست حاجه ما طلعهاش الالترا ساوند، لو بفكر في تيومر مثلا او حاجه زي كده هيبين الام ار اي اكتر. بعد كده بوست نيتالي البيبي ده طبعا لازم اعمله فيزيكال اكزامينشن كويس عشان اديتكت الهايدروبس عشان اديتكت الكوزز، اعمل بلاد كاونت وتايب كومس عشان استبعد اسباب الانيميا واستبعد الاسباب الاميون، اعمل ايكو عشان اديتكت الاستراكشرال كوزز في الهارت وعشان اديتكت كمان الاريزمياس، اعمل الترا ساوند كدايجنوزس لل
هيدروبس نفسه، أشوف الفلويد متجمع فين، و كدايجنوزس للكوز بتاع الهيدروبس، و إكسري كذلك عشان أدكت الأناتوميكال والكونجنتال أناماليز اللي ممكن تسبب الهيدروبس، ليفر فانكشن تيست عشان نشوف الهايبو ألبيمينيميا اللي ممكن تحصل، الرينال فانكشن تيست ويورين أناليز عشان نشوف الرينال بروبلمز واليورينري تريك مالفورميشنز اللي ممكن تسبب هيدروبس، وأكيد هعمل تورش سكرين وبايرو فيروس، بعمل انفستيجيشنز للإنفكشنز ببي سي آر وبي سيرولوجي، بعمل انفستيجيشنز للكروموسومال أناماليز لو سسبكتد عن طريق إن أنا أعمل كاريوتايبنج، وأعمل فيش، أعمل أناليز للفلويدز نفسه الأسايتس أو البلورال إفيوجن، أعمل تابنج للفلويد وأبعته باثولوجي عشان يبعت لي الريزلت بتاعته، من الريزلت بتاعته أديتكت الكوز. التريتمنت بتاعته بقى زي أي ديزيز with multiple causes، التريتمنت بتاعته according to the cause، وهي عبارة عن mainly treatment of the cause. التريتمنت بتنقسم برضه prenatal treatment والneonatal treatment. تريتمنت اقدر الحق بيها البيبي هو لسه في تسلل بطن مامته، وتريتمنت شو بي ستارتد اول ما البيبي يطلع من بطن مامته. برينيتال تريتمنت لو كونفيرمد ان هو بارو فيروس، فالبارو فيروس مشكلته زي ما قلنا ان هو بيعمل انيميا، وبالتالي بعمل انترايتراين ترانسفيوجن اوف باك ار بي سيز. تريتمنت اوف انيميا برضه بانترايتراين ترانسفيوجن اوف باك ار بي سيز. احيانا لو هي الفا ثلاسيميا بحتاج ان نعمل شيليشن ثيرابي، او احتاج ان نعمل بون مارو ترانسبلانتيشن. تريتمنت اوف انفكشن لو هو سيفلس بدي الام بنسلين، والحقيقه ان البروجنوز بتاعه بعد كده مش كويس قوي لان هو بيعمل سيريبرال كومبليكيشنز على البيبي. التوكسوبلازموزس بدي الام شورت كورس من البايريميثامين والسلفادايازين والفوليك اسيد، بس التوكسوبلازموزس البروجنوز بتاعه بيبقى كويس، النيورولوجيكال اوت كام بيبقى معقول. يعني لو هو ادينو فيروس، فالادينو مشكلته ان هو بيعمل مايوكاردايتس، وبالتالي التريتمنت موجهه في ناحيه المايوكاردايتس اللي بيعملها الادينو بان انا بدي دايجوكسين، واحيانا بيجيب نتائج كويسه. لو السبب كاردياك، سواء كان ستراكشرال بروبلم مثلا او سواء كان انفلاميشن، فعلى حسب هي مسببه ايه، بريدي اريثميا او تاكي اريثميا. لو الام مثلا عندها سيستميك لوبس وعامل للبيبي بريزي اريثمياز، فللاسف البريزي اريثمياز سواء كان سببها ستراكشر او سببها انفلاميشن، البروجنوزس بتاعها بور بروجنوزس وملهاش علاج. فشل استخدام السيمباثومايميتكس، وفشل كمان البيسنج في علاج البريزي اريثمياز. بينما التاكي اريثمياز العلاج بتاعها ببروجنوزس كويس على الدايجوكسين، زي مثلا السوبرا فانتريكولار تاكي كارديا او الاتريال فلتر، فبتستجيب كويس للدايجوكسين. بدي الام دايجوكسين، وبعد كده احيانا كمان بزود عليها فلاكينامايد او سوتالول، وبيبقى البروجنوز بتاعها كويس، وبيحصل ريزوليوشن للهايدروبس. لو مشكله في تالانج ليجن، فعلى حسب البلورا افيوجن مثلا بعمل لها ثوراكو امنيوتيك شونت، وكذلك الكونجينيتال سيستيك ادينامدايت مالفورميشن اللي اتكلمنا عنها قبل كده، اللي قلنا هي سبيس اوكوباينج ليجن بيضغط على الفينز وبيسبب هايدروبس، الاثنين علاجهم الثوراكو امنيوتيك شونت. بعمل شونت من الثوراكس بتاع البيبي للامنيوم للامنيوتيك فلويد ذات نفسه عشان يصرف الفيوجن دوت ويصرف الفلويد، والبروجنوز بتاعه بيبقى كويس والهايدروبس بيتحسن. واحيانا كمان بدي الام ستيرويد. لو السبب هو برونكو بالموني سيكستريشن، والبرونكو بالموني سيكستريشن دوت عباره عن انه في كونجنتال انومالي، في اكسسوري لانج تيشو، في لانج تيشو زياده تكون عند البيبي، اللانج تيشو دوت اكشن هو مش شغال، ومع ذلك بيروح لدمه وبيبتدي ان هو يعمل سيكوستريشن للبث. العلاج بتاعه بان انا بعمل ليزر ثيرابي باكو الفيدنج ارتريز. توين ترانسفيوجن سيندروم، فالعلاج برضه بتاعه بان انا بعمل ليزر فوتو كواجوليشن، ان انا باكوي وقت الكونكشن ما بينهم. بعد كده نيونيتال مانجمنت بقى، اما البيبي يتولد هعمل ايه؟ اول حاجه بري ديليفري، ان انا ابقى محضره نفسي ان انا اعمل كوميونيكيشن وكونسلتيشن ما بين تيم الاطفال وتيم النساء وتيم الفيتال ميديسن عشان نعرف حاله البيبي ايه، الكوز بتاع الهايدروبس ايه، وابقى مجهزه نفسي بعد كده بالحاجات اللي هعمل بيها ريسستيشن. في الدليفري ذات نفسه بريبر ريسستيشن اكوردنج تو ان ار بي، بيبقى عندي سكيلد بيرسون بيعمل ريسستيشن، واخد بالي ان البيبي ده ممكن يحتاج في ساعتها على طول ان انا اعمله تابنج ودرينج للإفيوجن ده، سواء كان في البلورا او كان في الاسايتس، لانه ممكن يكون ماسيف اناف ان هو يضغط على اللنج ويخلي مفيش امكانيه للبيبي اصلا ان هو ياخد نفسه، او ان انا ممكن احتاج ان انا ادي البيبي ده سيرفكتنت على طول في ساعتها، اعمله انتيوبيشن واديله سيرفكتنت حتى لو هو فول ترم، ان اللنج ده بسبب البريشر اللي كان عليها خليها مش ديفلوبد اناف ان هي ريديوس سيرفكتنت. واخد بالي ان انا ممكن احتاج بلاد ترانسفيوجن على طول افتر دليفري نتيجه سيفير او ماسيف انيميا. اكوردنج تو ذا كوز بوست دليفري مانجمنت وذ سبيشال كير لثلاث حاجات، اول حاجه فنتيليتوري سبورت، تاني حاجة circulatory support، تالت حاجة fluid management and balance. أول حاجة ventilatory support، البيبي دوت عنده مشكلة في الventilation، وactually أنا لازم إن أنا أعمل adequate ventilation and adequate oxygenation أول ما البيبي يتولد. فعليا يعني، فكل البيبيهات الهايدروبس على أرض الواقع بيحتاجوا ميكانيكال ventilation. ليه؟ lung dead severely affected بسبب إنه في pressure عليها، pressure بتاع البلورال effusion حواليها ضغط على lung، وضغط على lung antenatally، وبالتالي ما حصلش development lung dead كويس، فابتدى يحصل pulmonary hypoplasia، اللنج مش ديفلوب انف، ابتدى يحصل بالموناري هايبوبليجيا، ويحصل نقص كمان للسيرفكتنت، ابتدى يحصل بالموناري هايبرتنشن نتيجه البالموناري هايبوبليجيا ونقص السيرفكتنت، البالموناري فينز بتضخ اجينست ريزيستنس، فابتدى يحصل بالموناري هايبرتنشن. انه في كمان بالموناري اديما
لأنه طبيعي الكوز اللي سبب بلور إيفيوجن دوت سببه نتيجة كونجيشن للبلمونري فينز، وبالتالي في بلمونري إديما، والبلمونري إديما دوت ممكن يتطور كمان لأن هو يعمل بلمونري هيموريج. سو اللانج بتاعت البيبي دوت سيفيرلي افكتد، ممكن احتاج ديورنج الريسستيشن على طول ان انا اعمل شاست تيوب بليسمنت واعمل درينج للبلور افيوجن دوت، ممكن احتاج ان انا ادي سيرفكتانت وابتدي على طول اعالج التريتمنت اوف بالمونري هايبرتنشن فلويد مانجمنت. وده لازم اعمله بقى وذ كوشس في البيبي ده بالذات. ليه؟ البيبي دوت مش مشكلته ان هو عنده فوليوم ريبليشن، لا البيبي دوت عنده فوليوم كويس، بس مشكلته ان هو بيسرب في الاكسترا سيلر فلويد، وبالتالي انا اي فلويد تاني هيدخله له زياده هيبتدي يسربه برده في الاكسترا سيلر فلويد، فهيسوء الكونديشن بتاعه الهايدروبس ومش هيحسن الانترافاسكولار فوليوم. وبالتالي انا لازم اعمل فلويد بالانس كويس قوي واعمل كالكوليشن كويس قوي للانبوت والاوتبوت واعمل ريستريكشن للفلويدز على حسب الفلويد بالانس، ريستريكت السالت اند ووتر انتيك، وممكن كمان احتاج ان انا اضيف دايوريتكس دابسول، يعني ان انا احتاج دايوريتكس ولا لا، بس اهم حاجه ان انا بعمل ريستريكشن للفلويدز ومش بفضل ادي شوك ثيرابي الا بحساب اكوردنج تو الالكترولايتس اليورين اوتبوت والفلويد درينج. وبالتالي لازم ان انا اعمل اول حاجه فلويد ريستريكشن، اكالكوليت الفلويدز على حسب الدراي ويت، بمعنى اصح على حسب الويب بتاع البيبي دوت المفروض المناسب لعمره الرحم الجستشنال ايج بتاعه، احطه على كيرف واشوف الافريج ويب بتاعه اكوردنج تو الجستشنال ايج وبحسب عليه الفلويد بتاعته، واعمل فلويد بالانس بقى شورت كده بالانبوت والاوتبوت عشان اعرف احسب كميه الفلويد صح، وافولو اب الكميه اللي انا حاسبها اللي انا بدخلها للبيبي ديت صح على حسب الالكترولايتس بتاعته ان هي تبقى مظبوطه، على حسب اليورين اوتبوت اللي بيجيبه، وعلى حسب الفلويد درينج اذا كنت عملت له درينج ولا لا. هيمودايناميكالي بيبي دوت ممكن يكون متاثر هيمودايناميكالي عشان في مشكله عنده اصلا من الاول، وبالتالي ممكن ان انا ازود انوتروبس تحسن الكاردياك فانكشن تحسن البريفيرال ريزيستنس، ممكن يبقى محتاج كولايد ترانسفيوجن، بس اخد بالي ان انا بريسيرف الكولايد ترانسفيوجن دوت لبيبي عنده فوليوم ديبليشن، واجين بقول ان انا افويد الفوليوم اوفرلود، ما لوتش على العيل دوت عشان هو اصلا الاصل بتاعه ان هو ما عندوش فوليوم ديبليشن. لو هو عنده هايبو البومينيميا وعنده سبب ممكن يساعد في ان هو لو حسنته يحسن الكونديشن بتاعته، ساعتها بيعمل له كولايد ترانسفيوجن، بس اجين بحساب هيماتولوجيكالي ممكن البيبي دوت لو هو انيميك هارت فيلير يحتاج ان هو يتعمل له بارشال اكسترنج ترانسفيوجن يحسن كمان الكاردياك فانكشن والهايبوكسيا بان انا اديله بلاد الهيماتوكريت بتاعه عالي فيحسن الكونديشن. البروجنوزيس بتاع البيبي الهايدروبس ان جنرال باد بروجنوزيس وذ هاي مورتاليتي ريت. كده نكون خلصنا كلام عن الهايدروبس. لو عجبك الفيديو بليز لايك شير اند ليف كومنت.